الخلالي وهذه هذه اللي هم فاصلينها. ايه كريستيانو إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في بث جديد من مدينة الدار البيضاء ومن الروضة المنسية. يعني بعد الحريق اللي كان هنا قبل لحظات واللي دخلوا فيه عناصر ديال الوقاية المدنية مشكورين، يعني جينا نتفقدوا اشنو مازال واقع في الروضة المنسية بعد العديد من لايفات اللي كنا درنا هنايا، وكذلك بعد ما شنو عناصر ديال الأمن الوطني العديد من الحملات الأمنية. ف يعني تقريبا ما بقاتش شي واحد كيدور هنا، الا كان شي نشاط فكيكون بالليل، ثم راه بالليل يعني ما بقاش تقريبا. عرفوا العمليه ديال الكريساج اللي كانت كتوقع هنا، وكنشوفوا واخا يعني واحد من مواطنون افريقيا ديال جنوب الصحراء اللي كاين اللي ساكن هنا، دابا كاين اللي ساكن هنا، هانت هذا تلقاه ساكن هنا يبيع كلشي، دوليو فاني البيضة القصيرة تشاي القصيرون عدد صريحات باب 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 باب. هذا شنو ولاو دايرين هنا؟ ويني مشكورين عناصر ديال الامن الوطني على التدخلات اللي كيقوموا بها، يعني في كل لحظه في كل لحظه في كل لحظه يعني وكل مره اللي ما خصهم شي دخله شي فرقه وطنيه تكون قويه الدخول على الصعيد. هضر هضر معايا بجد باش تسمعوا. كذا دخول شرطه قضائيه تكون قوه مساعده جنود، لان الناس هنايا دايرين بزاف ديال المشاكل، الإجرام بالليل والسرقة، وكيبيعوا البيضة وكيبيعوا الحشيش والفانيد والدوليو، كلشي عندهم داخل، بيران عندهم داخل، دريات بزاف قصيرات ودريات شاوما حاشاكم اغتصاب. واحد ديجا وقعت واحد السيد هنا مات، وفي هذه هي الروضة المنسية، ولكن خاصكم ديروا المجهودات ديالكم باش تحيدوا هاد الناس من هنا، لأن هاد الناس معدين على الشعب بزاف. أنا ذاك النهار هنايا وليدات أنا براسي أخويا خدام هنا كورشي، وجيت واحد النهار ديت من هنا والمدام داو لي تليفون 2000 درهم روسي دير كار مشات كامله اخويا، ومشي عند الشرطه القضائيه باغي نديك راه قال لي سير منك اليوم، هذا ماشي حق استاذ. وتحياتي لسعادة الوكيل الملك. اكيد شوف راه عناصر ديال الشرطه اللي مشكورين كيقوموا بعمل كبير، كيقوموا يعني بمحاربه كل هذه الانواع ديال الشكل هذا اللي كتشاهدوه، فمشكورين. ثم كذلك احنا يعني ما يعاب اننا كنشوفوهم هنايا، كتجي حمله مثلا اليوم كتمشي ما كيبقى يدور حتى شي واحد، واحد النهار الغد ليه عاوتاني كيعاودوا يرجعوا توت سويت كيرجع له تيرجعوا، وما يمكنش بلاصه هو ساق سمي كيفاش يخرجوا دير لهم زعما شنو دير لهم، ما يمكنش انك تخليه بحال ما الناس راه عندهم عاود ما كايناش هنا، كاين المحطه كاين بزاف ديال البلايص اللي خاصهم يتقابلوا، دوا علينا وجي علينا. فا حنا كنا صورنا مؤخرا واحد الوليدات اللي عندهم تقريبا 12 سنة ولا 13 سنة، وكيعيطوا عليه من هنا وكيبيع عليهم وكيتنفخ عليهم وضربهم كاع. حاليا كاينين دابا الدراري كيهضر عليهم في وسط المحطة كيتسناو باش تحيد الشرطة القضائية من هنا باش يجيو يتقداو مع هاد الناس الدوليو والفانيين. يا الله. وكيدخلوا عندهم بالليل حاشا كيديروا لهم اغتصاب. كاينين دريات بيضاويات مجونجين دعواز زعما عندهم لا وثائق لا لا ما نقولوش هذا الكلام هذا، لحقاش كيبقى عنصري. حنا كاع اللون ديالنا بحال ما هكا، حنا كنتساميو كلنا القاره وحده، قاره الافريقيه والماما افريكا اللي كتجمعنا كذا، اننا كن يعني حنا الحمد لله موحدين خوت حباب، فهما في بلد الامن والامان والسلم، غير ما يخرجوش على القانون ديالنا ويديروا لنا شي حاجه خايبه لوليداتنا الصغار والشباب ديالنا. متابعينا الكرام، الى هنا نخش معكم هذا المباشر، تبارك الله عليكم، الى اللقاء.